الشينا كرامة اللي بغينا وعلى الشينا وحد الشينا والحماسة تعود ومن الوحدة والصمود أهيكم يكون ومن الوحدة والتضامن كرامة تعود ومن الوحدة والصمود اللي بغينا يكون يكون ومن الوحدة والصمود. اليوم النقابات التعليمية والأسرة التعليمية تحضر اليوم بشكل طوعي وعفوي للدفاع عن كرامة الأسرة التعليمية وأيضا من أجل دق ونقص الخطر الذي يحيط بالمدرسة. اليوم لدينا مطلب واحد واضح هو إصدار قانون يحمي الأسرة التعليمية عند وبمناسبة ممارسة عملها الذي هو التربية. التربية هي مسؤولية الجميع، ليست مسؤولية المدرس لوحده. المدرس اليوم أمام فوهة هذه الانحطاط بالفعل التربوي والانحطاط المجتمعي يواجه الأزمة الأخلاقية لوحده. نطلب من الجميع مساندة الأسرة التعليمية في هذه المحنة لاعتبار أن نحن في بوابة الخطر والخطر مخدخ بالمجتمع برمته. نحن اليوم جئنا لنوجه رسالة مفادها أن العنف الذي يخترق المجتمع اليوم هو من مسؤولية الدولة ومن مسؤولية الحكومة ومن مسؤولية السلطة التربوية في هذا البلد. اليوم جئنا لنوجه رسالة قوية مفادها أنقذوا الناشئة، لم نخرج ضد أبنائنا من التلاميذ والتلميذات ولكن خرجنا لنحتج من أجلهم لأن مستقبلهم هو المقصود بتنامي ظاهرة العنف وثقافة العنف داخل المجتمع. ودائما كنا نقول على أن العنف هو ظاهرة مجتمعية وليس ظاهرة مدرسية، ولذلك لابد أن نحاربه ونواجهه بالسياسات الحقيقية ونواجهه باستراتيجيات حقيقية داخل المجتمع. اليوم المدرسة التي كان يعول عليها من أجل تصحيح أخطاء المجتمع أصبحت ضحية لأخطاء المجتمع. إذن آن الأوان للسلطة الحكومية وللسلطة التربوية أن تتخذ قرارات جريئة لصيانة المستقبل. الشغيلة قوية الشغيلة قوية الشغيلة قوية نشارك اليوم في هذه المسيرة في بعدها الوحدوي مع النقابات الشقيقة الجامعة الحرة والجامعة الوطنية موظفي التعليم من أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية، رد الاعتبار الكرامة والمهنة ديال النساء ورجال التعليم. ونعتبر أن أحد المداخل الأساسية لإصلاح أوضاع التعليم هو رد الاعتبار والكرامة لنساء ورجال التعليم. نحن دعاة حوار ونبقى متفائلين على اعتبار أنه نتمنى من الوزارة الوصية أن تفتح حوارا مسؤولا يفضي إلى تعاقدات وإلى نظام أساسي ينصف جميع الفئات المغبونة وبالتالي رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم. وفي هذه المسيرة كذلك هي مسيرة للتضامن والاستنكار الأوضاع المهينة أصبحت تعيشها الأسرة التعليمية. نعلن عن تضامننا اللامشروط ونحمل الوزارة الوصية والحكومة ما آلت له هذه الأوضاع.